الحقيبة المفقودة. جاء العيد، فلبست سلمى فستانها الجديد، وربطت شعرها بشريط ملون، وحملت حقيبة يدها الجميلة وهي مسرورة، ثم قالت لأخيها فارس: انظر ما أجمل فستاني وحقيبتي، هدتني إياهما أمي في عيد ميلادي، أتذكر؟ قال فارس: نعم، أذكر هذا جيداً، لم يمضي وقت طويل على ذلك. قالت سلمى: سأستمتع اليوم بحقيبتي هذه، فهي مليئة بالنقود، وسألعب مع صديقاتي، فما أحلى عطلة العيد. قال فارس: وأنا أيضاً سألعب اليوم مع أصدقائي، اليوم وغداً وبعد غد، فالعطلة طويلة ولا يوجد لدي أي واجبات مدرسية. ضحكت سلمى وقالت: تعال معي يا فارس إلى الدكان لنشتري ما نرغب فيه، هيا بنا. ذهبت سلمى مع أخيها إلى الدكان القريب من منزلهما، فوجدت هناك بالونا كبيرا لونه أزرق مربوطا بشريط أصفر. فرحت سلمى به كثيرا، فهي تحب اللون الأزرق، فاشترته وعادت به إلى البيت. أما فارس فقد اشترى ألعابا نارية كانت سلمى تخاف منها كثيرا، على الرغم من أن فارسا كان يطمئنها ويقول لها إنها مجرد ألعاب. إنها مجرد ألعاب. ربطت سلمى البالون بالحاجز الحديدي لشرفة غرفتها، ومدت شريط البالون أكثر فأكثر ليرتفع إلى أعلى، فقد كان مملوءاً بغاز خفيف يجعل البالون يرتفع كثيراً، اسمه غاز الهيليوم. بعد وقت قصير جاءت صديقتها ليلى لزيارتها، ودهشت حينما رأت البالون مرتفعاً إلى حد كبير. قالت: أنا أحب أن أشتري بالوناً مثل هذا، ولكنني أحب اللون الأحمر. قالت سلمى: تعالي معي إلى الدكان وسأشتريه لك. ردت ليلى: شكرا لك يا سلمى، ولكن لماذا لا أشتريه أنا بنقودي؟ إن حقيبتي مليئة بالنقود. قالت سلمى: أنت هنا في بيتي ضيفتي، وأنا أحب أن أهديك مثل بالوني، هيا معي لنشتري البالون الأحمر. بحثت سلمى عن حقيبتها فلم تجدها، سألت عنها أخاها فارسا وأمها، وبحثت عنها في غرفة الجلوس وفي غرفتها ولم تعثر عليها. خجلت سلمى كثيرا وأصابها ارتباك وحرج شديدان، إذ كيف ستشتري بالونا لليلى وقد فقدت حقيبتها؟ قالت لها أمها: لا تحزني يا صغيرتي، ابحثي عنها جيداً وستجدينها إن شاء الله. أجابت سلمى: هذه الحقيبة عزيزة علي، وهي لا تقدر بثمن، إنها هديتك لي في عيد ميلادي الماضي، وكم كنت سعيدة بها، فكيف أفقدها؟ لا لا، هذا غير معقول. قالت ليلى: لنبحث عنها خارج المنزل، ربما تركتها في الحديقة، أو سقطت منك في الطريق، أو نسيتها في الدكان، فهذا يحدث أحياناً. ذهبت سلمى وصديقتها ليلى إلى الحديقة لتبحثا عن الحقيبة، فلم تعثرا عليها، ثم ذهبتا إلى الدكان. قالت سلمى: لقد فقدت حقيبة يدي يا عمي أبا أحمد، فهل نسيتها عندك؟ قال لها أبو أحمد: نعم، إنها عندي، لقد نسيتها هنا، يجب أن تكوني حريصة على أشيائك، لقد فرحت بالبالون فحملته وذهبت به مسرعة ونسيت حقيبة يدك، هذه هي حقيبتك، خذيها ولا تكرري هذا مرة أخرى. فرحت سلمى كثيرا وتناولت الحقيبة من أبي أحمد وشكرته لأمانته،
واشترت بالوناً أحمر لصديقتها ليلى، وعادتا مسرورتين إلى البيت. قال فارس: سأشعل الآن ألعابي النارية ابتهاجاً بعودة حقيبة سلمى، استعدوا. قالت سلمى: لا لا أرجوك، أنا أخاف منها. ضحك الجميع. ثم قالت أم سلمى: هيا الآن لتناول الغداء معا. النهاية.